بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فاللهم اجزه خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: من استطال الطريق ضعف مشيه. فإذا قلبت نظرك في هذا العالم تجد عنف، كذب، تطاول، ظلم، شر، فساد، دعوات لخلع الحجاب، حرق كتب التراث، وأيضا تجد اندفاع، ولربما تجد تفسيق. وسمعنا من يكفر المجتمع، ومن يفجر، ومن يدعو دعوات لأن نأخذ كل ما عند الغرب من تراث ومن حضارة، حتى قال أحدهم: يجب أن نأخذ كل ما في أمعاء الغرب حتى القذورات. وهؤلاء يسمون بدعاة التنوير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عندها يصاب الإنسان بالدهشة، ولربما يكون السبيل عند من لا يفهم طبيعة الصراع بين الحق والباطل ومراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لربما يكون الميل للعنف لأنه استبطأ النصر، ويرى أن طريق العنف هو الأقصر والأنجع، ولربما حقق بعض الانتصارات في بعض الأماكن. لكن نحن على بينة، ونحن على سنة، ونحن أصحاب منهج وأصحاب رسالة، والمؤمن يعلم أن الصراع طويل وباق إلى قيام الساعة، ولا سبيل للإصلاح والتغيير إلا بفهم الدين،
كما فهم الأوائل، فلا للعنف ولا للتغريب ولا للميل له، بل الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، الاستقامة على المنهج وعلى الشريعة وعلى فهم الإسلام. ولا بد من الصبر مع العلم، مع الحركة والبذل والتوضيح والبيان وإبطال الشبهات. لذا الله سبحانه وتعالى في سورة براءة، هذه السورة نزلت بدون بسملة. قيل أنها نزلت بدون بسملة تقريعا للمنافقين، ويقول ابن عباس نزلت براءة وهي تقول ومنهم 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 حتى ظننا أنها لا تبقي أحد حتى تصفه بالنفاق. هذه السورة بيّنت ألاعيب أهل النفاق، وبيّنت كيف يتعامل المؤمن مع المشركين ومع من له عهد ومن ليس له عهد، وبيّنت لابد للصبر على الأذى، وبيّنت أهل النفاق وماذا يريدون من أهل الإيمان. ثم في خواتيم السورة قال الله سبحانه وتعالى لنا، وكأنها المخرج في أزمنة الفتن والشدائد، فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا نداء من الله سبحانه وتعالى لنا، يجب أن نعتصم به. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فعرها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى ينادي عليك، فيجب أن تستيقظ وأن تنتبه، لأننا نعيش في أزمنة كثرت فيها الفتن وطلت برأسها، وأصبح الانحراف سمة سائدة في المجتمع، سواء في الإعلام المقروء أو المسموع أو الدعوات التي تدعو إلى مليونية خلع الحجاب أو حرق كتب التراث. فهل يفرقون هؤلاء عن داعش؟ فمنهجهم هو منهج داعش بالضبط، بل والله يسيرون على نفس الطريقة. فمن حمل السلاح وقتل وكفر مثله كمن أمر بخلع الحجاب والتعري والتفسخ والفسوق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا انحرف عن الجادة، والآخر أيضا انحرف عن الجادة، والمؤمن لابد أن يسلك السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المؤمن يتمسك بهذه الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لكن هذه الآية هي ما نستدل به على المنهج السلفي، هذا المنهج الذي ننتمي إليه وننتسب إليه، هذا المنهج المبارك هو وسط بين من كفر، بين غلاة التكفير والخوارج، وبين المرجئة، وهو وسط بين المعتزلة وبين الرافضة، وهو وسط، لأنه سبيل من عند الله سبحانه وتعالى. فأنا وأنت على منهج وعلى طريقة وعلى فهم لكتاب الله. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في التفسير اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يقول ابن كثير اتقوا الله وكونوا مع محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وقال غيره اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال اتقوا الله وكونوا مع أبو بكر وعمر. والسؤال الآن، كيف لي أنا اليوم أن أحقق هذه الآية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ فهل المتصور الآن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سواء كان التفسير الأول محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، أو الثاني أبو بكر وعمر، هل متصور أن نجمع بالأبدان معهم؟ هذا غير متصور. إذن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في الفهم، في الإيمان، في العمل، في الاعتقاد، وإلا في الحديث خير الناس قرني. هل يتصور خير الناس يقصد به القرن الأول والثاني والثالث؟ هل متصور خير الناس في التقدم التكنولوجي، أو في عمارة الأرض، أو في الصناعة وفي الزراعة، أم خير الناس في فهم الدين وفي فهم نصوص الشريعة وفي فهم الإسلام؟ فنحن أمرنا اليوم أن نتعامل مع المستجدات ومع الانحراف ومع ما يقع في المجتمع من فتن بالمنهج، أن نتعامل مع الواقع من خلال هذا المنهج، منهج السلف. لذا نحن يجب أن نقدم فهم السلف للنصوص، وهذا نرد به على أمثال البحيري، ومن يحزو حزو هذا المارق عن الفهم الصحيح للإسلام. نحن نفهم الدين بفهم الصحابة ومن صار على نهجهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل زكاهم في الفهم، وزكاهم في الإيمان، وزكاهم في العمل، وهم كانوا أنصار لرسول الله، وهم كانوا أعلم الناس بمراد الله وبمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كانوا يفهمون الشريعة وكيف كانوا يفهمون الدين. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر، سيدنا عمر بكى. فقال له النبي ما يبكيك يا عمر؟ فقال عمر ما كمل شيء إلا نقص. فقال له النبي صدقت يا عمر، زكاه في الفهم، وكان أول النقصان موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ففهم الصحابة أن هذه الصورة نزلت تنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يفهمون الدين هكذا. ولما صعد نبيكم على المنبر وقال للناس إن عبد خيره الله بين ما عند الله وبين زهرة وبين الدنيا فاختار ما عند الله، فبكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأجهش في البكاء. يقول أبو سعيد الخدري فقلنا ما بال هذا الشيخ يبكي، لماذا يبكي الصديق؟ فيقول أبو سعيد الخدري فكان أبو بكر، فكان المخير هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الصديق هو أعلمنا بالله رضي الله عنه وأرضاه. إذن اليوم نقدم فهم السلف للنصوص حتى لا نكفر المجتمع، بلا نكفر المجتمع لأنه ارتكب بعض المنكرات أو وقع في الظلم أو وقع فساد. فنحن نريد، ولذا كيف نفهم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لذا عند التطبيق نعود للفهم، وإلا هل من الممكن
لربما يترتب عليه فساد. لذا لابد من تقديم فهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن بعض الإعلاميين اليوم يريدون ماذا؟ يريدون تنحية النصوص ويعملون عقولهم في الفهم. هؤلاء الصحابة ومن سار على نهجهم الله زكاهم. فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونقرأ الآية بشيء من التفصيل. الله سبحانه وتعالى في الآية يقول: الله عز وجل رضى عن المهاجرين والأنصار. هل يشك أحد في ذلك؟ إن الله عز وجل رضى عن المهاجرين والأنصار. طيب، ما الشرط لكي يرضى عنا كما تحقق لهم الرضا؟ قال الله: والذين اتبعوهم بإحسان. طيب كيف نتبعهم بإحسان؟ نؤمن كإيمانهم، ونعتقد اعتقادهم، ونعمل كعملهم. لكن هؤلاء حينما تقول لهم الرجوع إلى ما كان عليه السلف من الفهم، يقول لك: أنتم تريدون الرجوع إلى عهد الجمل والناقة؟ نقول: لا، هكذا. وإلا نحن اليوم نستخدم الوسائل العصرية، ونستخدم الأنترنت، ونستخدم هذه الوسائل. نحن نقول الرجوع ليس في الوسائل، ولكن الرجوع في الفهم. لذا الله رضى عن المهاجرين والأنصار. فإذا أردنا أن يتحقق لنا الرضا اليوم، فلا بد أن نكون خلفهم بإحسان حتى يتحقق لنا الرضا. قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلو آمنا كإيمان الصحابة اهتدينا. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وسلم. لذا نحن نقدم فهم هؤلاء للدين حتى تكون على بينة من أمرك، حتى تكون على بينة من أمرك، وأنت تقف على أرض صلبة. تعاملت مع الأحداث كما تعامل السلف، تعاملت من خلال قواعد شرعية، ومن خلال قاعدة خير الخيرين وشر الشرين. فأنت ما دهنت ولا شاركت ولا قتلت ولا اقترفت إثم في واقع. فأنت تعاملت كما تعامل السلف رضي الله عنهم وأرضاهم مع الأحداث. لذا أنا أفخر كوني أنتسب لهذا المنهج الذي لم يسفك دم، ولم ينتهك عرض، ولم يكن سبب في إشعال فتنة في مصر وفي الواقع المعاصر. لماذا؟ لأننا تقيدنا بفهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فأنت على بينة من أمرك. لذا التمسك بفهم الأوائل للنصوص. وإلا الشيعة انحرفوا، الشيعة انحراف الشيعة. لماذا؟ لأنهم فسروا القرآن على هواهم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فسرت الرافضة الآية: إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. انظر، قالوا يؤمنون بالجبت والطاغوت. قالوا: الجبت أبو بكر والطاغوت عمر. لكن أنا أفهم الآية كفهم علي وعثمان والصديق والفاروق وطلحة والزبير وقتادة والبخاري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. فأنا على بينة من أمري. فمن سار، أنا أسير في منهج سار فيه أناس رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فهل بعد ذلك من فخر؟ فهل بعد ذلك من شرف؟ لذا التمسك بالمنهج في أزمنة الفتن. نحن نعيش في زمن تزلزلت فيه الثوابت، وطاشت فيه العقول، والفتنة تأتي تميت القلب كما يموت الجسد. فاحذر على نفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله
وكونوا مع أبو بكر وعمر، وهذا المنهج الذي ننتسب له وتنتسب له الديار المصرية، منهج أهل السنة والجماعة، ومصر دولة سنية على منهج أهل السنة والجماعة، رغم أنف الإعلاميين ورغم أنف الحاقدين. شريطة أن نتحرك، إحنا لازم نتحرك، لازم يكون عندنا بذل، لابد أن نظهر المنهج. إحنا هذه البلاد على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا فخر لنا، فنحن على منهج أهل السنة والجماعة. لذا فمن قواعد هذا المنهج تقديم النقل على العقل. بل شيخ الإسلام أبو البركات رضي الله عنه يقول، شيخ الإسلام يقول: لا يختلف عقل صريح ونص صحيح. يقول: لا يختلف العقل الصريح والنقل الصحيح. طيب لو وقع الخلاف بين العقل وبين النقل، لو وقع نقدم النقل. لماذا؟ لأن الله قال: وإذا قال الله سكت كل صوت. لأن الله قال: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى تفسير الآية؟ ما ينطق عن الهوى يعني أي أن محمد لا يتكلم من عند نفسه ولا يقول كلام له فيه غرض وهوى، بل إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. نحن نقدم النقل لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول على هذا الوحي، وكلمة وحي مشتقة من الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه. كيف أحيا ربنا سبحانه وتعالى العرب؟ كيف أحيا هذه الأمة؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال الله: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن فرق بين القرآن وبين السنة فهو ضال مضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، صلى الله عليه وسلم. وإحنا نسمع هكذا وقرأنا وتعلمنا في هذه الدعوة حديث جبريل الطويل. أتى جبريل بالوحي، فجبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعه. روح القدس من؟ جبريل. نفث في روعه ألا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فجبريل نزل بالقرآن ونزل بالوحي ونزل بالسنة. وإذن نحن نقدم النقل على العقل عند التعارض، وليس معنى ذلك بأننا نقول ننحي العقل. لا، العقل له قدر في الإسلام وله قيمة، لكن له حدود، لأن الله قال في كتابه: فاعتبروا يا أولي الألباب. إذن هذه الآية إن كنا ننحي العقل ونقول ليس للعقل قدر، كيف نفسر الآية؟ الله يقول: فاعتبروا يا أولي الألباب. إذن الشريعة الإسلامية، الشريعة ما أتت بمحالات العقول، لكن الشريعة أتت بمحارات العقول. يعني الشريعة ما قال، لم تقول الشريعة إن واحد وواحد يساوي ثلاثة. الشريعة ما قالتش ذلك. الشريعة ما قالت الأب والأب والروح القدس إله، لكن الشريعة أتت بمحارات العقول. قد لا تفهم أنت هذا اللفظ أو لا يفهمه هذا، إذن ماذا نفعل؟ نعود لمن عندهم رسوخ في العلم، فلربما تنزل الآية فتفهم على غير المراد، فمن يوضحها؟ محمد صلى الله عليه وسلم.
لأن الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يقول شيخ الإسلام هذه نص في أن فهم الصحابة يقدم. ليه؟ لأن بعض الصحابة فهم بعض الآيات على غير المراد. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم هذه الآية بعض الصحابة إن المقصود أي ظلم يمنع من تمام الاهتداء والأمن غدا، فقال النبي لا ليس هكذا، ألم تقرأوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهذه الأمة، فنحن دعوة ونحن أصحاب منهج يقدم النقل على العقل، يقدم الوحي. لذا الإعلاميين اليوم ماذا يريدون؟ يقول لك أنا إيش ضمني إن هذه السنة كتبت هكذا؟ أنا إيه ضمني؟ سؤال، من نقل لنا السنة؟ لنقل لنا السنة من؟ لنقل السنة من؟ الصحابة. طيب من نقل لنا القرآن؟ الصحابة برضه، صح؟ إحنا نقلنا القرآن من؟ فمن كذب في نقل السنة يكذب في نقل. هل يقول ذلك إنسان؟ من شكك في القرآن فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، صح؟ فالصحابة عدول. زكاه ابن مسعود يقول إن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فوجد أطهر قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العالمين فوجد خير القلوب قلوب الصحابة، فجعلهم أعوان ووزراء لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الطحاوي ونحب صحابة رسول الله. مش هتكون على بينة من أمرك، لأن بعض يطعن الصحابة، بعض لا يعجبه الصحابة، هذه عقيدتك، عقيدتك أنت كمسلم. يقول الإمام الطحاوي ونحب صحابة رسول الله ونبغض من يبغضهم. إحنا نبغض من يبغض الصحابة، لماذا؟ لأن حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. ونحب صحابة رسول الله ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. إحنا لا نذكر الصحابة إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هكذا مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. فأنت على اعتقاد وأنت على منهج، ولنا رؤية في الواقع، وهذه الرؤية منبثقة من خلال الشرع ومن خلال تقديم الأدلة، لا العاطفة ولا العضلات ولا ضغط الواقع ولا ضغط الإعلام، لأن الإعلام يريد منكم الانحراف والميل للعنف، ويريد جرك إلى الميل للعنف حتى يحدث ما حدث في الجزائر قديما في تسعينيات القرن الماضي، وحتى يحدث ما حدث في سوريا الآن، وفي العراق الآن، وفي ليبيا الآن، وفي اليمن الآن. إذن المخرج واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمقصود أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله. كان أحمد في وسط الفتنة، في وسط الفتنة يضرب أحمد رضي الله عن أحمد وأرضاه، يضرب أحمد ما رفع سلاح. أحمد رفع سلاح الإمام أحمد؟ وإياك أن تظن أن الإمام أحمد كان بمفرده، لا، ده الإمام أحمد كان إذا تكلم أحمد ارتعدت له أنوف، لكن أحمد ما حمل سلاح، لكن صار في طريق الإصلاح
في طريق الإصلاح والتغيير، وكان في استطاعة أحمد أن يتكلم وأن يقول اقتلوا أو اذبحوا أو احرقوا، وكان الكل استجيب لأحمد، لأن أحمد إمام أهل السنة. وأنت تقرأ في ترجمة أحمد، لما أتاه أحد الناس قال: يا إمام، على ما تقتل نفسك؟ تقتل نفسك؟ الناس كلها تكلمت وكل الناس أفتوا بالتقية وقالوا إن القرآن مخلوق. فقال أحمد لمن معه: انظر من الشرفة، كانوا في السجن، قالوا انظر من الشرفة. فصعد الرجل فنظر فقال: ماذا ترى؟ قال: أرى أناس معهم قراطيس، يعني ورق، وأقلام، كلهم ينتظرون من يتكلم. من؟ أحمد، حتى تكتب عقيدة أهل السنة. فلم يتكلم أحمد، فأخذوا يضربون أحمد، فوقف أحدهم، أحد المنافقين، يقول: يا أحمد، إن إمامك يقف في الشمس، إمامك يقف في حر الشمس، أجبه يا أحمد بشيء. فيقول أحمد: انظروا، يقول أحمد: ائتوني بشيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقل به. فيقول له الخليفة: ويلك، ويحك يا أحمد، أجبني إلى شيء فيه أدنى فرج حتى أفك وثاقك بيدي. فيقول أحمد: ائتيني بآية أو بأحاديث من أحاديث رسول الله يكون فيها فرج لي ولك. انظر إلى الأعرابي، أعرابي كان في الصحراء لكن معتصم بالكتاب والسنة. لأن إحنا نعتب على البعض اليوم، البعض نعتب عليه إن ننهزم من الإعلام. لن ننهزم من الإعلام، لن ننهزم، وبإذن الله ننتصر في هذه المعركة، ننتصر في معركة الثبات على هذا المنهج. عربي في الصحراء سمع أن أحمد ممتحن، مم أحمد ممتحن، فعبر الفرات وقابل القافلة، فأتى الأعرابي يقول: أيكم أحمد؟ من فيكم أحمد؟ الرجل لا يعرف أحمد، فقال: أنا أحمد. فقال: يا هذا، إن مت مت شهيد، وإن عشت عشت حميد، فإن قتلك الباطل فأنت شهيد. فأخذ أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله، ما شاء الله. فأتاه بعض الناس، من سكتوا، في ناس سكتت ولم تتكلم، أتاه وقال: يا أحمد، عندنا أولاد نربيهم، عندنا أولاد وعندنا نساء، نربي أولادنا ونتاجر ونعيش. فقال أحمد: إن كان هذا عقلك فقد استرحت. لو هذا عقلك، أهم شيء الأكل والشرب، فقد استرحت. لذا إحنا على منهج سني سلفي عقيد عتيق، سلفي سني عتيق قديم. لذا التمسك بالمنهج والذود عنه وفهم المنهج كما فهم الأوائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر لألفاظ الآية، ما قال الله اتقوا الله وكونوا صادقين، لكن الله ماذا قال؟ قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
معهم. ممكن الإنسان يكون صادق لكن بعيد عن التعاون مع الصادقين على إقامة أمر الله. فالآية تدعونا للتعاون على أمر الله، نتعاون على البر والتقوى، والأمر يحتاج بذل ويحتاج سعي، وكل واحد يسأل نفسه دوري في نصرة هذه القضية. القضية اليوم مش قضية حزب سياسي ولا قضية مجموعة بعينها، لا، ده احنا نرى اليوم الهجوم الكاسح على الأزهر. طيب ماشي، انت ممكن تهاجم الدعوة السلفية، تقول عليهم إرهابيين متطرفين، قل ما شئت، لكن احنا عارفين احنا من. خلاص ممكن، لكن الأزهر أمس في هولندا أحد الناس اجتمعوا وسبوا مفتي الديار المصرية بألفاظ فيها من القذارة ومن السفالة ما فيها يلي وكذا، الفاظ اللي كنا بنسمعها وتكتب على الجدران وعلى الانترنت أمام العالم. اليوم التطاول على الأزهر، التطاول على كل من يتكلم بالشريعة. طب الحل، ولازمنا إلى الآن نعتقد أن الدولة لا تحارب الدين، لكن نعتقد أن هناك أصحاب أجندات يعملون ليل ونهار على محاربة التدين، لكن يجب على الدولة أن تقف، لأن التطاول على الإسلام والتطاول على الثوابت والتطاول على رموز الإسلام هذا إذن بخراب البلاد والعباد. وأيضا وجب علينا أن نتكلم في المساجد وفي الطرقات وفي الأندية وفي الأنترنت وفي المؤسسات وفي المدارس وفي الجامعات وفي الأسواق بهذا الاعتقاد، اعتقادك، لأن صنعاء سقطت بالبعثات الشيعية في بداية الأمر في الخمسينيات والستينيات، أرسلوا الشيعة شيعي في السودان، أرسلوا الشيعة في العراق، صدام كان لهم بالمرصاد، صدام كان لهم، لكن مات صدام، ومات وهو يقول لا إله إلا الله، وهذه خاتمة لربما لا ينالها خطباء المنابر، لكن مات وهو يدافع. الشيعة ما دخلوا بلد إلا أفسدوها وجعلوا أهل السنة فيها أذلة. طب الحل تعليم الناس، وأول الاهتمام بالنشأ. أولادك، وين أولادك؟ أولادك في المساجد، أولادك تعلموا السنة، ولا تركنا أولادنا هكذا. نساءك، زوجتك، إحنا تركنا النساء للقنوات والفضائيات، تركناهم لدعوات التكفير عبر القنوات وعبر الانترنت. اليوم منهج التكفير موجود في المجتمع، اوعى تفكر ان الموضوع مجرد كلام اعلام، لا، موجود، تجده في الثانوي العام، في الثانوي يتكلم بكلام التكفير، والله قال هكذا في الثانوي، يقول هكذا، يقول الجيش المصري كافر، والشرطة كفار، والإخوان كفار، والسلفيين كفار، والإبراهيم كفار، والعلمانيين كفار. طيب من المسلم في مصر؟ كفر كل المجتمع في الثانوي. الحل إنك تعلم ابنك الاعتقاد الصحيح، بس لا تتركه، وإياك أن تظن أن الأولاد الصغار لا يفهمون. من قال لك؟ ده عندهم من الذكاء، وعندهم يحتاجوا توجيه، وكذلك النساء. فالمجتمع اليوم مجتمع، لأن المجتمع يدعو للانحراف وللعنف، خاصة مع وجود ظلم، واحد يرى ظلم، قمع، قتل،
إلى أي الطرق سيسلك؟ سيسلك العنف. لذا نقول الحل الأمني غير كافي، فيجب أن يضم إلى الحل الأمني المنضبط حل آخر، وهي تعليم الناس وبيان الحجة بالحجة وإبطال شبهات هؤلاء المارقين عن الفهم الصحيح للدين. فالظلم لا يقيم دولة، والتكفير والتفجير لا يبني مجتمع، والحل العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ثم العمل والبذل والسعي والتعاون على إقامة أمر الله سبحانه وتعالى. ومن صار وصل، ومن نادى استمع له الناس، فاحذر من الكسل والخمول، فالناس فيهم خير يحتاجون من يدعوهم برفق وبلين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. أقسم لك الناس فيها خير، يحبون الإسلام، يحبون السنة، لكن يحتاجون إلى رفق وإلى بيان وإلى صبر وإلى تعليم وإلى حرص وإلى إقامة السنة وإلى العلم. لابد أن نعلم الناس العلم، العلم، لأن بلا علم تهلك البلاد والعباد. فإن كنت تخاف من مصير تونس، من مصير ليبيا، من مصير اليمن، من مصير العراق، من مصير سوريا، من مصير هذه البلدان، فماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ أنت ماذا قدمت؟ فلابد أن نقدم شيء، وأن نبذل شيء، وأن نصنع شيء، ونحن نستطيع بعون الله سبحانه وتعالى أن نبلغ ما استطعنا، حتى إذا سئلنا غدا بين يدي الله نقول والله يا رب قلنا ما نستطيعه، ونحن ما أمرنا إلا بقدر الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذا لابد من الحركة والسعي والبذل والتعاون على إقامة أمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واكرم اللهم نزولنا، وسع مدخلنا، ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد بمصر سوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه، ومن أراد مصر بخير فوفقه لكل خير. اللهم اصلح حال المصريين، اللهم اصلح حال المصريين حكاما ومحكومين، وعد بنا جميعا إلى الكتاب والسنة عودا جميلا. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم فك أسر المأسورين، احسن خلاص المسجونين. اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الغل والبغضاء من بيننا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ بلادنا وديارنا وأمتنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وسع على الناس في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم وسع على الناس في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا اللهم سببا لمن اهتدى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.